والله يا جماعة بعد إذنك وظل دقيقة نبلش المحاضرة اللي ما عمل يعمل صدمة بلاش يفصل عليه الكوز يا جماعة اللي مش عامل صبت ايش بيستنى طيب. طيب الله يعطيكم العافية اليوم بدنا نحكي عن ال... كم كمل ايرور. تمام طيب حكينا المحاضرة الماضية إنه ال medication error is defined as any preventable event that may cause or lead to inappropriate medication use or patient harm or the medication is in the control of healthcare professional patient or consumer حكينا إنه هي preventable event event يعني we can uh, prevent the medication error تمام يعني هذا الاشي our, in our control لكن احنا طبعا بصير في عنا اخطاء طبية وبتكلف الدول يعني بليونز ارقام عاليه جدا تمام الان such event may be related to professional practice the practice health care product the procedure systems including prescribing order communication product labeling packaging uh, nomenclature brand naming uh, compounding dispensing distribution administration educating monitoring and use زي so ما حكينا انه هذا ال definition هو uh, تابع لل WHO طيب الان حكينا في دراسه في بريطانيا أم. وجدت انه 12% من كل primary care patient may be affected by prescribing or monitoring error over the course of the year وهذه ال 12% increasing للناس الجيرياتريك 75 years and older و 30% في الاشخاص أم. بتزيد ل 30% في الاشخاص اللي بياخذوا من خمس أدوي ادوية فما فوق يعني 30% in patients receiving 5 or more drugs during 12-month period طبعاً overall 5% of prescription had prescribing error يعني في مشكلة يعني من all type of error في عندنا يعني 5% هذولا كانوا prescribing error prescribing error يعني, pres يعني error uh, done by the physician uh, during selection of the prescription medication in the prescription تمام طيب هذا السلايد بيعطينا انطباع بس عنه كيف الميديكال إيرور بشكل عام آه يعني رانك آه ال cardiovascular والكانسر cancer واللونج Lung, diabetes Alzheimer medical errors and accident. بس هذا بيعطينا عن medical errors وليس عن medication errors. كيف الأرقام هاي طبعا أكثر هاي الأرقام دائما احنا بنعرف اللي ريليتد للكارديو فاسكولر بعدين للكانسر طيب احنا حكينا شو تعريف الميديكيشن ايرور الان بدنا نحكي بدنا نحكي عن why why medication error occur يعني what are the general reason that lead for or having medication error تمام طيب طيب تمام الفيربال اوردرز في الـ بشكل عام في المستشفيات الفيربال اوردر بيكون هو اكسبتد لانه ممكن يكون الكونسلتنت مش موجود في الـ في المستشفى فبيح يعني من خلال التليفون او عمليه البيجنج او اي شيء فممكن يعطي فيربال اوردر حسب الحاله هل كانت الحاله ايرجنت او مش ايرجنت فالفيربال اوردر از از اكسبتد لكن لازم الاوردر ينكتب وذن 24 اورز طبعا هذا بيختلف حسب المستشفى في بعض المستشفيات بيقول الفيربال اوردر از فاليد انتل 8 اورز يعني النكست شيفت لازم انه الاستشاري يجي ويكتب هذا الاوردر تمام طيب. آه في عنا فالفيربال اوردر بشكل عام لانه بصير في عنا مس في الكوميونيكيشن بتوين ذا هيلث كير بروفايدر فهو از ا كود دكتور بس السلايد مش سامع دكتور السلايد راحوا السلايد راحوا طيب هيك رجعوا؟ ايه تمام تمام شكرا انك حكيتي طيب ال ال حكينا عن اول سبب من انه واي ميديكيشن ايرور اوكير اللي هو الفيربال اوردرز وحكينا عن ايش يعني فيربال اوردرز بشكل عام بصير في عندنا ميس كوميونيكيشن طبيب بيحكي شغله ممكن الممرض يفهمها بطريقه ثانيه ويطلب من الصيدليه يقول لهم هذا في عندنا فيربال اوردرز فبيعمل ستاندينج اوردر طبعا الصيدليه بتقبل الفيربال اوردرز زي ما حكيت حسب الهوسبيتال بوليسي رينج فروم 8 تو 24 أورس. بشكل عام كان بي اكسبتد انهم يكملوا حسب الكيس اللي موجوده قديش ارجنت يعني لها كاركترستكس لكن بشكل عام الفيربال اوردرز هذه آه يعني اكسبتد في المستشفيات فبصير في أن خلالها ميس كوميونيكيشن فهي هذا بسبب ميس كوميونيكيشن ممكن يصير في عنا ميديكيشن ايرور طبعا بور كوميونيكيشن وذ هيلث كير تيم حكينا عنها كثير بور هاند رايتنج هذه في حالات اللي بعض الوصفات اللي لحد الان في اللي هي الكوميونتي فارماسي بتنكتب في الايد امبروبر دراج سلكشن هذا حكينا عنه من 5% نسبه البريسكربشن ايرور اه ميسنج ميديكيشن الدواء يمكن اه اثناء البروسيس في المستشفيات او الكوميونتي فارماسي والله الطبيب نسي يكتب هذا الدواء هو المفروض انه يمشي المريض يكمل عليه البولي فارماسي زي ما حكينا بشكل عام معظم الدول في العالم بتعرف البولي فارما سيندروم تحتوي على اكثر من 10 ادويه بس زي ما شفنا في الدراسه البريطانيه يقول لك انه هذا الريسك اوف ايرور بيزداد كثير اذا كان المريض بيح بياخذ خمس ادويه فما فوق الدراج انتر اكشن طبعا اكيد يوم يزيد عن اكثر عش عن 10 ادويه راح يزيد الريسك اوف هافينج ميديكيشن ايرور الان دراج انتر اكشن كل ما تزيد الادويه كل ما بيزيد الريسك انه يصير في عندي دراج انتر اكشن زي ما حكينا لوك الايك ساوند الايك دراجز لوكا uh, لايك like اللي بيكون من حيث الشكل راح نحكي عنهم في المحاضره بعض الامبولات كيف شكلهم واحد ادويه مختلفه ساوند uh, لايك like اللي هم بيكون تقريبا الاسماء متشابهه فيوم بتنحكي بتكون تقريبا ممكن تعملنا ميديكيشن uh, ايرور لانه ممكن تفهم بطريقه ثانيه خاصه في اثناء اعطاء الفيربال اوردرز uh, او مثلا اثناء الراوند يوم الاستشاري يقول استخدم الدواء الفلاني واحد يعمل انتربريتيشن يسمع بطريقه خطا الطبيب الاخصائي هاي الحاله ممكن يصير في عنا خطا. لا اكو في كمبيوتر سبورت سيستم وهذا الان يعني في معظم المستشفيات عندنا موجود هذا الكمبيوتر ديسجن سبورت سيستم. طبعا بيختلفوا هذول السيستم من مستشفى لمستشفى، من دوله لدوله، بيظلهم يعملوا دراسات ويطوروا على يطوروا عليها وفي هذا الموضوع طبعا هذا الموضوع كثير مهم. يعني هو من من اكثر الاشياء اللي ممكن تقلل عنا بشلاك وجود الكمبيوتر ديسيجن سبورت سيستم او ريسورسز بيقلل عنا بنسبه كبيره من حدوث الميديكيشن ايرور لما نحكي عن هذا السلايد وهذا السلايد كثير مهم نحكي فيه عن التايبس اوف كلاسيفيكيشن يعني كلاسيفاينج الميديكيشن ايرور في عنا انواع A B C D للميديكيشن ايرور هذول الانواع للامانه مهمين كثير بيجي عليهم كثير اسئله في الامتحان لاهميتهم لانه الميديكيشن ايرور احنا كفارماسيست لازم نفهمهم ونفهم ايش الانواع تبعتهم طبعا في عده كلاسيفيكيشن للميديكيشن ايرور بريسكريبشن ادمنستريشن اتسترا هذول بس ان شاء الله الشغل في المستشفيات بصير في عندكم خبره واقعيه عليهم ان شاء الله لا نحكي عن اول نوع من الإيروب؟ آه. نعم آه دكتور هلا يعني في مثلا انه مثلا قانون انه آه عن الاخطاء الطبيه او مثلا انه بيحاسب عن الاغلاط بالدواء او هيك مثلا بيحاسب الصيادلة او الدكاتره طبعا ريبورت بتحكي عن قانون دولي ولا عن قانون في المستشفيات داخل المستشفيات بحكي هون يعني بالبلاد العربيه بشكل عام يعني في قوانين طبعا في قوانين يعني القانون موجود واذا حدا عمل ريبورت بيتحاكم الطبيب هذا ممكن تنسحب مزاولته الطبيب او هي هيلث عمل الخطا لكن اجمالا يعني بصير في بعض خلينا نحكي المشاكل لتطبيق هذا القانون تمام في دولنا للاسف يعني في ورده بعض المشاكل انه ما بيطبقوا القانون او بعض الاستاف الطبي بيحموا بعض يوم التقرير انهم بيعرفوا انه في اخطاء طبيه الان انا بحكيش عن كل المستشفيات المستشفيات اللي بتكون اكريديت جي سي اي هذول عندهم نظام ريبورتنج للميديكيشن ايرور تمام من خلال اشياء بسموها الاوكيرنس فارينس ريبورت الأوفي ارز هذول المستشفيات الكبيره الاكريديت بالجي سي ايز والاذر اكريديتيشن هذول عندهم ريبورت سيستم فهذول بيطبقوا القانون يعني بحذافيره وزي ما حكينا يعني في ناس كثير انسحبت مزاولتهم منهم ومدى الحياه يعني بسبب اخطاء طبيه عملوها فالقانون نعم يطبق في ناس بتجاوزوا على القانون اكيد هذا بكل مكان طبعا احنا نسبتهم شوي هذول بيتجاوزوا للاسف في في دولنا النامية بتكون اكثر تمام نيجي الان نحكي عن انواع التايبس اوف ميديكيشن ايرور في عندنا النوع الاول uh, حكينا احنا دائما متذكرين في الديفينيشن preventable ايفنت يعني مش بالضروره uh, يعني ايش اول شيء بنقدر نعمله بريفنشن طبعا بوتنشال اور اكشوال يعني ممكن بعده مش صاير الايرور وممكن حدث الايرور هاي الانواع رح تحكي لنا الان عن هاي التايبز اوف ايرور في عندنا اول نوع اللي هو Circumstances Exist For بوتنشال ايرور تو Occur تمام ففي هاي الحاله ما في عندنا ايرور كاباسيتي To Cause An ايرور ممكن يعني يصير في هاي الحاله خطا طبي هذا السبب في ممكن يكون بوليسي خاطئه في المستشفى بتساعد انه يزيد نسبه حدوث الاخطاء الطبيه او ممارسات خاطئه ما عالجتها البوليسيز بشكل عام فهذا جنرال اول نوع نو ايرور او يعني ولكن في انك كاباسيتي عاليه انه يصير في عندنا ايرور تمام النوع الثاني ان ايرور او but ديد نوت ريتش ذا بيشنت يعني ممكن صار في خطا بس ما وصل للمريض يعني خطا اثناء السيستم ان كتب اوردر خطا لكن هذا الاوردر لم يصل المريض نهائيا فهذا برضه النوع بي هذول الانواع يعني أه خلينا نحكي ما بيصير تاثير مباشر على أه المريض تمام الان نوع C ايرور ريتش ذا بيشنت but did نوت كوز harm ماشي يعني انكتب الدواء استلم المريض استلم الدواء مثلا لكن ما أه ما صار في في مشكله أه ببساطه ممكن نعطي مثال اللي هو الفيتامينات ما انصرفت للمريض فالاوريل كير لكن ما صارش في هذاك الهارم الكبير حدث يعني انه يعني والله المريض ما اخذش الدواء مش بالضروره انه ياخذ دواء احنا حكينا omission of treatment هي نوع من انواع الميديكيشن ايرور تمام الان تايب دي patient monitoring required to determine lack of harm ماشي احنا هون الايرور ريتش ذا بيشنت لانه عرفنا انه سي من سي ولحد اي الان الايرور ريتش ذا بيشنت لكن سي مثلا did not cause harm حكينا المثال عليها. الان دي patient monitoring required to determine lack of harm. واضحه انه error that reach the patient بتحتاج للمونيتورينج عشان نتاكد انه ما صارش عندنا اي مشاكل بسبب طبعا هذا الخطا الطبي اللي صار. وهي امثلتها يعني حدث ولا حرج. different formulation use, regular use of metoprolol ordered instead of extended ريليز ليش بنعمل مونيتورنج عشان نتاكد في هاي الحاله انه ما صارش في عندنا نزول في الضغط لانه ممكن الريجولر يكون اكثر يعني اسرع من الاكستندد ريليز في هاي الحاله الافكت تاعه والبيك تمام الان النوع الرقم اي ايرور كوز تمبورري هارم اند سم انترفينشن فالايرور ريتش ذا بيشن طبعا وكوز تمبورري هارم اند سم انترفينشن يعني مثال عليها مع انه يعني بنحكي عن ادويه الضغط blood بريشر ميديكيشن omitted فروم ذا اوردرز يعني ما اعطى المريض فهون في هارم على المريض راح ينزل الضغط عنده في هاي الحاله ولا راح يرتفع راح يرتفع طبعا ممكن يحتاج intervention في هاي الحاله بيختلف حسب حسب البيشنت كاركترستكس وحسب قديش في نيدز عند هذا المريض فممكن يتحول هذا الايرور من اي ل اف في حال انه كان هاي الدواء اثر فعلا على المريض وخلاه زي ما هو موجود تمبورري هارم وذ انيشال اور برولونج هوسبيتاليزيشن هذا الفرق بين اي أف ايرور كوز تمبورري هارم سم انترفنشن يعني احنا عاملين مونيتورنج ارتفع الضغط شوي ممكن نعطي دواء نعالج الضغط لكن ممكن في بعض الاحيان الاخطاء انه تخلي الخطا هذا الطبي يخلي في عندي انيشال hospitalization او برولونج hospitalization يعني هون الليفل اوف كير رح يزداد من الامثله اللي ممكن توضح اف اكثر من المثال اللي ذكرته انه لو مثلا المريض مثلا كان مصروف وورفرين within افري اذر دي انصرف له ديلي فهو انا على الاغلب يعطيني افكت للورفرين يعني راح ياثر على الاي ان ار ليفل اوف وورفرين وعلى الاغلب نروح يعمل برولونج هوسبيتاليزيشن لانه احنا بدنا نعمل مونيتورنج لها الاي ان ار بتتغير كل يومين لثلاث ايام تمام ففي هاي الحاله خطا في جرعه زي هذا الدواء بتخلي عندنا برولونج هوسبيتاليزيشن ففي هاي الحاله لو جبت لكم كيس بده يكون الكلاسيفيكيشن للميديكيشن يور بده يكون اف في هاي الحاله تمام الان لحد يعني اي e و هذول في تمبوراري هارم جي واضحه بيرمننت هارم فاذا بحكي في الكيس انه صار في عندي بيرمننت هارم بشكل مباشر او غير مباشر فهذه بتكون الليفل اوف كلاسيفيكيشن للميديكيشن ايرور بتكون فروم جي اند ابف تمام ايرور ريزلتد ان 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 بيشنت هارم او سوري ان بيرمننت هارم الامينو سبريسنت مثلا ما 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 صار في عندنا uh, unintentionally ordered مثلا at one fourth of the dose يعني اعطينا اعطينا جرعه من الأمينو سابريسنت زيادة عن الجرعة فهنا ممكن يأثر على المريض بشكل عام. طيب اتش ايرور required intervention to sustain the patient life يعني هون مش بس صار في عندي permanent patient harm بدنا intervention عشان to sustain the patient life تمام؟ علشان يقدر المريض يضل عايش فهاي الكلمة to sustain patient life معناته صار في عندي type اتش ايرور اه الان تايب اي اي اللي هو واضح هذا بصير في عندي بيشن ديث في هاي الحاله تمام فمن تايب جي وفوق بيكون في عندنا بيرمننت بيشنت هارم طبعا اعلى منه اتش اللي هو بيحتاج هذا الخطا الطبي اللي صار بيرمننت بيحتاج انه نعمل انترفنشن علشان نظل المريض على قيد الحياه اي واضح بصير في عندي بيشن ديث فيها تمام في حدا عنده سؤال؟ في حد عنده سؤال عن هذول الانواع؟ لا دكتور تمام طيب تمام أم... طيب تمام في عندنا فاكتورز او causes of medication errors Causes associated with health care professional is uh, a lack of therapeutic training, inadequate drug knowledge, experience, inadequate knowledge of the patient, inadequate perception of the risk of error, overworked or fatigued health care professional, physical, emotional health issues. في عندنا poor communication between health care professional and with the patient. وفي عندي factor associated with patient. طبعا هذول كلهم مع ال-health care provider يعني factor related لل healthcare care professional. في عندنا factor associated او related patient. اللي هي البيشنت كاركترستكس البيرسوناليتي اللانجوج باريرز هاي الاشياء ممكن اختلاف اللغات تاثر على اعطاء الفارماسيوتيكال كير او الهيلث كير بشكل عام وتؤدي الى زياده حدوث الميديكيشن ايرور تمام بعض السيتنجز هي كومبلكس ف في عندنا بيكون الممرض مسؤول عن اكثر عدد من المرضى من خلينا نحكي الليست كومبلكس سيتنج ف او بيحت... المرضى اللي بيجوا لعنده بيكونوا تير من بيكون عندهم آ... بولي, بولي فارماسي ففي هاي الحاله بزيد الريسك او آ... يعني خلينا نحكي الميديكيشن ايرور تمام طيب في عندنا فاكتور اسوشيتد وذ ورك انفايرمنت ورك لود تايم بريشر انتربشن ديستراكشن اللي بصير آ... من ال... يعني خلينا نحكي المريض او الهيلث كير بروفيشنال

طبعا الفاكتور اسوشيتد وذ تاسك ريبيتيتف سيستم فور اوردرنج بروسيسنج اوثورايزيشن وفي عندنا كمان بيشنت مونيتورنج بيعتمد على البراكتس بيشنت والهيلث كير سيتنج والبريسكرايبنج طيب في عندنا الكمبيوترايز ديسيجن سبورت سيستم او الانفورميشن سيستم حكينا انه من اهم السيستمز اللي بيقلل عنا الـ ال الميديكيشن ايرور آه، اذا كان هذا السيستم مش خلينا نحكي ابديتد uh, او ما في كثير بوب اب منيوز هذه تعطينا uh, uh, يعني بوب اب منيوز للطبيب تخليه يراجع انه والله الان ممكن تعمل خطا يعني اذا ما كان اب تو ديت ما نعمل ريسيرش على هذا السيستم ممكن كمان يكون مش فعال في uh, يعني تقليل الاخطاء الطبيه الناتجه عنه او خلينا نحكي الاكتيفيشن لهذا السيستم انه الكل بيستخدمه داخل الهيلث كير فاسيلتيز تمام طيب طبعا هون تقريبا بكون خلصت المحاضرة المحاضرة القادمة إن شاء الله بكمل هذا الموضوع المهم اللي هو بنعطي بارتو من الميديكيشن إيرور اه